اتفضل، اسم حضرتك معانا. ابراهيم عيد يونس. منين حضرتك؟ من دمياط، ومن اوائل كليه اصول الدين والدعوه بالزكاه قسم العداله والفلسفه. اللي حصل معانا ان احنا كنا جايين محسنين قدام الدكتور عصام شرف، وكنا واقفين على الطريق، وقفتنا كانت وقفه سلميه جدا. ما كانش لنا اي احتكاك بالناس اللي موجوده، لا من الشرطه ولا من الجيش اللي كان موجود. جات بعض المجموعات بعد ما احنا قعدنا هناك 3 ايام، وكنا قاعدين على الرصيف وبنبات على الارض. جات مجموعات من شركه النصر للسيارات ومن شركات البترول، وجات مجموعه من الزراعيين كان لهم بعض المطالب، وما طبعا 50 على 60 على 300، وتلموا بعض. لموا بعض لما لقوا ان هم ما مش هيعرفوا يقابلوا الدكتور عصام شرف. لما بعض وخرجوا قفلوا الطريق بتاع القصر العيني. احنا لما شفنا الاعداد دي موجوده ولقينا الاعلام توافد، احنا قلنا يعني ان احنا زي ما بيقولوا نستغل الامر اعلاميا بتاعنا ان موضوعنا يوصل اكتر من كده. فوقفنا بالبنرات واليوفط بتاعتنا وقفه سلميه خالص وبعيد عن المجموعات اللي موجوده، وعرضنا بس كنا لما نشوف مثلا قناه او كده بنحاول ان احنا نظهر لها المشكله. هو ده اللي حصل. لما الامن المركزي نزل وتدخل بعنف جدا مع الناس اللي موجوده. الكلام ده كان امتى حضرتك؟ الكلام ده كان اول امبارح. الاخت بتقول لهم في اخت من الاوائل منتقبه واقفه على الرصيف، بتوع الامن اشتبكوا معاها، 2 من افراد الامن. فبتقول لهم يعني ما ينفعش الكلام ده، وما ينفعش ان تتعاملوا معانا بالقسوه ديت والكلام من كده. زقوها والنقابه اتخلع واغمى عليها في الحال. اخونا الاخ جمعه اللي هو محجوز دلوقتي بيقول لهم ما ينفعش كده، ودي بنت وما ينفعش ان انتوا تخلعوا نقابها. اسمه جمعه ايه حضرتك؟ اسمه جمعه جلال محمود. ما ينفعش تخلعوا نقابها، ودي من الاوائل الكليه وما اعرفش اي كلام من ده. قال له انت بس تعالى يا استاذ، واخدوه على جنب. وبعد كده زقوه في عربيه الترحيلات. اخونا محمد رايح يسال، محمد لطفي رايح يسال عن اخونا جمعه. اللي حصل مع محمد ان هم قالوا لو سمحت هات لنا بطاقتك علشان نحاول ننظم لكم مقابله مع الدكتور عصام شرف. وجه الكلام ده كان قدامي وانا واقف على الرصيف، واخونا محمد واقف جنبنا. هاتوا واحد منكم وهات يجيب البطاقه بتاعته عشان نخش يقابل الدكتور عصام شرف. لما اخونا محمد مشى معاهم كان ماشي ما بين حوالي 9 من المدنيين لابسين زي ملكي. فانا بقول محمد رايح فين، فلقيت ورايا 3. انا لقيت ورايا 3 وبيمسكوني من دراعي بيقول لي تيجي معاه. قلت له لا، ده هو الناس اللي ما واخده دي مجموعه واخداها علشان يشوف المشكله بتاعتنا وكده. ما فطنتش للامر الا بعد ما هم مشوا، وبعد كده مع الناس سمعنا حاجه عن محمد. بنتصل بمحمد، تفاني يا محمد قال انا ساعتها وقفت وهم مشوا. انا وقفت ورجعت لزمايلي، راجع لزمايلي هم على اساس انهم هيروحوا يقابلوا رئيس الوزراء، على اساس ان دول رايحين يقابلوا رئيس الوزراء ومش رايحين يشتبكوا مع حد. واحنا كلنا في نفس الوقت ده انشغلنا باختنا عائشه اللي كانت مغمى عليها. وحاولنا ان احنا لان هي لابسه نقاب حاولنا ان احنا نعمل عليها ستر بالبنرات. دخلناها اخ دكتور ما كان موجود معانا يعني واسعى في الحاله. طب انت تظن مين هم دول؟ يعني تظن مين يعني اللي خدوه دول؟ تظن مين دول الشرطه. واللي حصل معاه ان اما خدوه في الشرطه احنا قعدنا قرابه 9 ساعات لما عرفنا هم فين. يعني احنا قعدنا نسال عليهم. كلمنا الدكتور عصام شرف قال ان انا كلمت مدير امن القاهره وقال ان هم هيفرج عنهم خلال ساعات وكلام ده، والكلام ده ما حصلش وما تنفذش منه حاجه. لما عرفنا ان هم موجودين في اسم المسكي، اللي حصل معاهم كان من ابشع ما يمكن يعني. 2 ضباط، واحد اسمه ياسر زعتر ومحمد السيد، اخذوهم ولفقوا لهم 4 تهم. 2 ضباط اسمهم ايه؟ ياسر زعتر ومحمد السيد. التهمة الأولى قطع الطريق العام، تعطيل سير العمل، تكسير السيارات للمرة على الطريق. التهمة الرابعة، ودي بقى يعني ده الشاهد بتاعنا هنا، إن هم جابوا مجند من ضمن المجندين وخلوه عور نفسه في دراعه وكلام من ده، وقال إن دول هم اللي اعتدوا عليه. حضرتك أنت شفت كده؟ ما شفتش ده. أنا ما رحتش الاسم، زمايلنا اللي راحوا الاسم هم اللي شافوا الكلام ده، والتقرير بتاعه والتحقيق اللي كان موجود من النيابة والإجراءات اللي كتبت في المحضر بتقر الكلام اللي انا بقول لحضرتك ده. لان احنا شفنا صوره من المحضر. ايوه بال حضرتك. فهم لفق لهم 4 تهم دول وخدوا 4 ايام على ذمه التحقيق. اولا بقى انا عايز اسال سؤال لشيخ الازهر، انت فاهم من اللي بيحصل ده؟ اولادك يسجون بالسجن وهم اوائل الجامعه، اوائل جامعه الازهر، يعني خيره شباب اهل البلد زي ما بيقول. واحد اول كليه هندسه زراعيه والثاني اول كليه اصول الدين والدعوه بالمنصور.
يعني احنا مش عارفين اللي بيحصل ده لصالح مين، واحنا يعني احنا مش اجرامنا ان احنا بنطالب بحقنا، وان احنا عايزين نرفع شأن البلد. والكلام ده اقره لنا الدكتور عصام شرف، قال يا جماعه انتوا مطالبكم مطالب نهضويه مش مطالب فئوي. بس هو ده اللي حصل، وده احنا بننظم دلوقتي وقفه ان احنا نروح لنناشد المجلس العسكري، لان احنا طبعا في حيره من امرنا، ما احناش عارفين اللي هيحصل معاهم ايه. وبعدين لما جم يتحقق معاهم تعمدوا ان هم يحققوا معاهم بسرعه قبل ما حد يحضر معاهم من المحاميين. حضور المحاميين كان 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 هيدعم الناس اللي موجوده ان هي مثلا ما يعني ايه، ان احنا عملنا كده عشان مصلحتنا. يعني احنا ما قطعناش طريق عام، انتوا جايين واخدنا من على الرصيف وقلت لنا هاتوا البطاقه عشان تخشوا تقابلوا رئيس الوزراء، واخد بال حضرتك؟ بس الاخت اللي اتحضر معاها قعدوا يحققوا معاها اكتر من ساعتين ونص، والساعتين ونص دول يعني كان في من ضمن الاسئله اسئله غريبه جدا. يعني انت ايه اللي جابك هنا وانت متعرف عليهم بقالك كام سنه، وهم اسمائهم ايه؟ طب ايه الزن الاولى ان الدوله دي مش شرطه عاديه، ايه دي تحقيقات امن دوله. هو الظاهر ان اللي حقق معاها ظابط من امن الدوله مش وكيل نيابه. فده احنا الله المستعان، احنا ان شاء الله نروح للمجلس العسكري ونشهد المجلس العسكري بالافراج عن المجموعه دي، لان بصراحه كما يقال باي ذنب قتل. هو ذنبه ان هو جاب الاول على الدفعه، ذنبه ان هو راجل متفوق، ذنبه ان هو راجل ملتزم، ذنبه ان هو راجل حافظ القران. فحسبنا الله ونعم الوكيل.